اول حاجه واحنا بنلفها، بصوا هي ماسكه ازاي على على الكوانتر، معنى كده ان هي مش هتتحرك معاكي. ادي الرجول البلاستيك بتاعتها علشان تبقى ماسكه كويس قوي وانتي بتشتغلي. هنا ده الوش بتاعها بتاع المفرمه، الوش بتاعها بتاع المفرمه، معاها 4 غيارات زي ما انتوا شايفين كده، علشان على حسب ما انت عايزه اللحمه او الفراخ يبقى السمك بتاعها عامل ازاي، مفرومه ناعم، مفرومه خشن، نعم يا حمدي، دي الغيارات بتاعت وش المفرمه زي ما حضراتكم شايفين كده. مش بس بتفرم لحمه وفراخ ولا الكلام ده كله، لا دي كمان بنعمل بيها بسكوت العيد زي ما انتوا شايفين كده. ادي الوش بتاع البسكوت وادي المشط بتاعها اهو على حسب الشكل اللي انت عايزاه. يبقى انا مش عندي مفرمه بس، لا ده انا عندي كمان حاجه للبسكوت. طب انا النهارده هشتغل بالوش ده كده علشان انا مش عايزه اللحمه تبقى، ممكن ناخد الاضيق، ناخد الاضيق عشان انا عايزاها، لا ولا خلينا صح زي، خلينا في ده بالشكل ده كده، وتبدا ان انت تركبيها بالشكل ده. ليها عدله طبعا وليها فتحه من هنا هي عشان تظبطي عليها، وتبداي ان انت تقفلي كده ونقفل جامد كده علشان تطلع معانا مظبوط. ادي الوشوش بتاعتي. تعالوا بقى دلوقتي هعمل ايه، انا هعمل النهارده حاجات وهفرز حاجات بالفراخ وباللحمه، فانا عايزه افرمها ومثلا ما عنديش كبه او الكبه هتاخد معايا وقت كبير، فهنشوف دلوقتي هنشغل المفرمه بتاعتنا في ايه، هنشغل المفرمه بتاعتنا ونبدا ان احنا نفرم فيها اللحمه والفراخ بالشكل ده كده. نسمي بالله. النهارده عندنا تفريزات نوعين من الفراخ ونوعين من اللحمه، هنفرز ايه معانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تفريز برجر الفراخ وبرجر اللحمه، وعندنا كمان تفريز كفته الفراخ، وعندنا تفريز كفته الحاتي، والنهارده هنعملهم بطريقه مختلفه تماما ما عملناهاش قبل كده، بس انا مع تجربتي وان انا بجرب كذا حاجه مع بعضها او بجرب كذا حاجه عشان اخد النتيجه الاحسن، اتوصلت ان دي افضل طريقه للتفريز. انا مش النهارده مش هفرز الحاجه نيه. ما انا هفرزها مستويه او نص تسويه. علشان لما بنيجي نفرز الحاجه نيه هقول لكم ايه ضررها او ايه اللي بيقابلنا بعد كده وهي متفرزه نيه، وهقول لكم ايه الميزه ان احنا بنفرز وهي مستويه نص سوا. تعالوا الاول نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا معانا بالفراخ. بصوا كده المفرمه بتاعتنا فيها سرعتين. يعني ايه فيها سرعتين؟ يعني دي اللي هي بتقطع، بصوا اللي هو التحكم اليدوي، ان انت اللي بتشغلي وتوقفيها، لكن لو انت بتفرمي كميه وعايزاها تبقى شغاله على طول بتعملي كده، هي شغاله معاكي طول ما انت بتفرمي اهي، لكن التاني انت اللي بتشغليه بايديك. تعالوا دلوقتي نشوف الفرق بين ده وبين ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المكبس بتاعها اهو. نبدا الاول بالفراخ، نبدا ان احنا نعمل كده، هنشغل اللي هي المباشر اللي هي بتشتغل على طول من غير فصل. بسم الله. شايفين؟ شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ شفتوا في ثواني؟ ادي الفراخ ما شاء الله عليها ايه، فرمنا الكميه بتاعتها في ثانيه، ما خدتش مننا وقت ولا شغل الكبه ان احنا نفضل نشغل ونقفل ونشغل ونقفل ولا الكلام ده كله. ليه شغلتها مباشر ودايركت على طول؟ على انها تنزل مره واحده زي ما انتوا شفتوا كده، علشان ما افضلش ان انا ايه ايديا تبقى مطرحه الفراخ وافضل ان انا ايه ادوس واشغل ادوس اوقف واشغل، لا هي ما خدتش اساسا مني وقت. طيب بنعمل ايه بقى ساعه ما بنيجي ننضف؟ طبعا علشان ان احنا نبدا، بسم الله، انا عايزه افك دي. فاتن عندها خبره.
بص بقى كده، بنبدأ ان احنا نفكها بالشكل ده كده، تتغسل وتتصبن علشان نلحق ان احنا نعمل فيها اللحمة. طيب على ما تيجي حاجة اللحمة، بص المنظر بتاع الفراخ، طبعا هي عشان لسه جديدة في حتة اللون اللي طالع من السلاح، لكن بص المنظر، شايفين المنظر ما شاء الله عليه. شكلي بقى زي ما انت عايزه، تستخدميها في كفته الفراخ، تستخدميها برجر، تعملي اللي انت عايزاه. بصوا ما شاء الله عليها. طيب تعالى يا حمدي، لا بس انا ما عنديش معدي، تعالى نطلع فاصل ونرجع من الفاصل تكون المفرمه اتغسلت وجات، عشان نفرم فيها السلاح اللي جوه اللي هو اللي بيلف، وما كانش متركب في مكانه صح، فعلشان كده ما كانتش بتلف معانا صح. تعالوا دلوقتي بعد ما تركب صح، تسلم ايدك يا شيف محمد هو اللي ركبها، تعالوا بقى دلوقتي نشوف هتشتغل معانا ازاي. بسم الله. كده فرمنا اللحمه كلها بتاعتنا وفرمنا الفراخ، تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنشكلهم ازاي او هنفرز فيهم ايه وهنشتغل بيه. ارجع اقول طبعا عشان المكنه اول استخدام ليها، عشان كده عماله تطلع بالشكل ده. طيب تعالوا بقى دلوقتي يا حمدي، يلا ننزل البرجر بتاع اللحمه، وزي ما قلت لكم ان احنا هنعمل ايه، هنشيل الحاجة المرة دي يعني متشمعة، مش هنشيلها نية. طيب عندي المكبس بتاع البرجر زي ما انتم شايفين كده، هقسم كمية اللحمة اللي قدامي دي عشان جزء هعمله كفتة والجزء التاني هعمله برجر زي ما هتشوفوا معايا. المقادير بتاعت البرجر النهاردة ولا حاطين بصل ولا حاطين أي حاجة خالص. تفريز برجر اللحمة محتاجة ايه؟ محتاجة نص كيلو لحمة مفرومة، معلقة كبيرة من المستردة، معلقة كبيرة من الكاتشب، ومعايا كمان بهارات لحمة وملح وفلفل اسود. واحنا بنحط الملح والفلفل الاسود، الفلفل الاسود عادي، بس لما نيجي نحط الملح نخلي بالنا ان المستردة والكاتشب مملحين، فنخلي بالنا ان الموضوع ده كويس قوي. ده كيلو لحمة احنا فرمناه، هاخد كده نصه بالشكل ده كده، وهاجي على النص ده كده واروح حاطه المستردة والكاتشب بهارات اللحمة، حبة من الملح مش كتير، وحبة من الفلفل الأسود، ومش عايزة أكتر من كده. أخلط كله مع بعضه علشان تبقى المكونات كلها معايا تمام وزي الفل. عندي المكبس بتاع البرجر كان بيها، ما عنديش بطرمان، عندك تاخدي الغطا بتاعه وكياس التلاجة وهيطلع معاكي زي الفل. بطرمانات عندك صغيرة والغطا بتاعها صغير، تعملي في العلبة اللي هي بتاعت الجبنة المثلثات، تاخديها وتحطي فيها الكيس التلاجة وتبدأي ان انت تعملي البرجر اكبر شوية. طيب هنشيله مشمع ازاي؟ مش هشيله مستوي تسوية كاملة، يعني ايه؟ يعني بصي عندك طريقتين بقى، الطريقه اللي انا هعملها دي وفي طريقه تانية. ايه هي الطريقه التانية؟ الطريقه الاولانيه ان انا حاطه جريل على النار يا دوب ان هو بس يتشمع وياخد صدمه، واقلبه الناحيه التانية واسيبه يبرد وابدا اشيله، دي طريقه. وبعد كده لما اجي استخدمه وافرزه واجي ان انا استخدمه اروح مكمله التسويه بتاعته، يا دوب يطلع بقى من الفريزر على النار على طول. طيب دي حاجه. الحاجه التانيه ان انا اسويه على البخار. يعني ايه اسوي على البخار؟ يعني بحط حله ميه وفوقيها مصفه، وابدا ان انا اخد البرجر بعد ما يتحط في الثلاجه حوالي ربع ساعه او نص ساعه كده عشان يشد معايا، اروح واخده البرجر حطاه على المصفه مع التبخيره بتاعت الميه، هيبدا يتشمع، ابدا بعد كده اسيبه يبرد وابدا اروح مفرزاه، اجي بعد كده لما اجي استعمله اروح مطلعاه على الجريل على طول مع دهنه زيت بسيطه للجريل، هيديني التسويه اللي انا عايزاه. دول طريقتين لتفريز البرجر وتفريز الكفته، ان شاء الله برده هعملها لكم دلوقتي ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. ده كده تمام وزي الفل. هبدا دلوقتي اجيب المكبس واروح حاطه كيس ثلاجه بالشكل ده، وابدا ان انا اخد كده
جزء من اللحمة بالشكل ده، واروح حاطه كيس التلاجة من فوق وابدأ ان انا اعمل كده عشان ياخد التطبيعة بتاعت المكبس نفسه بالشكل ده. عندي الجريل على النار، هحط دهنة من الزيت بالشكل ده كده. طبعا هو سخن قوي، فهبدأ ان انا اوطي النار بالشكل ده وابدأ ان انا اروح عاملة كده واروح عاملة كده وابدأ ان انا اعمل كده، محركوش تاني. جزء من اللحمة على حسب طبعا السمك بتاع القرص بتاع البرجر اللي انت عايزاه كده. نكبس كده، نكبس كده علشان ياخد التطبيعه من فوق ومن تحت، وابدا ان انا اعمل كده واروح شايلاه واعمل كده. بصوا الناحيه دي عملت ازاي. نجيب دلوقتي زي مقطع كده يتشمع من الناحيه التانية، ونبدا ان احنا نقلب التاني يتشمع، بس انا مش عايزه يستوي، يا دوب ان هو يتشمع مع اللحمه او ياخد الصدمه بتاعته وخلاص على كده. وابدا ان انا اشيله وهيبدا ان هو يمسك معايا في الفريزر حلو قوي، وابدا بعد كده ان انا اسويه لما يطلع. عايزه تطلعيه بقى بعد ما تفرزيه، عايزه ان انت تطلعيه وتبداي تحطيه في الفرن يكمل تسويته، ما عنديش اي مشكله. بدأت الحرارة بتاعت الجريل تهدى، فهبدأ ان انا اعليها تاني علشان تديني التسوية اللي انا عايزاها وما تبدأش ان هي تهدى. بسم الله. الشكل ده كده ما فيهوش ولا بصل ولا اي مكونات تاني، هي يا دوب الكاتشب المستردة عشان يديله تطعيمه مختلفه وتطعيمه مميزه، وبهارات اللحمه وملح وفلفل اسود. وتخلي بالك من كميه الملح اللي بتحطيها علشان تطلع معاكي مظبوطه، علشان الكاتشب والمستردة اللي محطوطين. طبعا المفروض عشان تبقوا عارفين برضو ان البرجر لازم بعد ما بيتعمل ويتشكل يتحط في التلاجة يشد. دي حتة صغيرة خلينا نكمل عليها الكفتة. لا تعالوا بصوا دلوقتي كده هنعمل ايه. هنبدا ان احنا هنسيب اللحمه التانيه دي عشان نعملها كفته الحيتي. هنيجي دلوقتي نقسم الفراخ اللي معانا اللي فرمناها، وبعد كده هنعمل منها برجر فراخ برضه هنديله تشميعه وهنعمل منه الكفته بتاعه الفراخ. ادي نص كمية الفراخ، برجر الفراخ لو سمحت يا حمدي. ادي بابريكا، كزبرة،
معانا نص كيلو صدور فراخ مفرومه، نص معلقه صغيره بيكنج سودا او اللي هو الكربونات، وكزبره ناشفه وبابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. ده اللي احنا حطيناه في برجر الفراخ، برضو مش هنحط فيه ولا بصل ولا هنحط فيه اي حاجه خالص، بيتخلط كويس مع بعضه. وبنرجع برضو بنعمله بالمكبس، واهم حاجه قبل التسويه وقبل التشميع بتعملي ايه؟ بتبداي ان انت تسيبيه في التلاجه شويه عشان يشد، عشان لما تيجي تحطيه على النار ما يفكش منك ويعمل زي ما في برجر اللحمه عمل معانا كده. بصوا يا جماعه، بصوا يا هم، بصوا فك معانا ازاي. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت المفروض ان انت تعمليه في التلاجه شويه عشان ترجعي بعد كده تحركيه كويس، فما تغلطوش الغلطه اللي احنا عملناها النهارده دي وتشتغلوا بيه على طول. لا، شيلوه في التلاجه نص ساعه كده يشد معاكي، ويرجع بعد كده تحطيه يتشمع معاكي هيطلع معاكي زي الفل. بسم الله نعمل كده. بصوا كده، دهنة زيت للإيد، دهنة بسيطة خالص، وأعمل كده عشان يطلع معايا متساوي ويطلع معايا مظبوط، وهتشوفوه دلوقتي هيبقى عامل ازاي. أعمل كده، بسم الله، يتكبس نفس النظام. ولو ما عنديش المكبس ببدأ ان انا تسلق عيوني، نبدأ ان احنا نفضل كابسين كده علشان ياخد الشكل اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت نكون مسخنين جريل علشان يدينا التشميع اللي احنا عايزينه. وارجع واقول برضو لازم ان هو يتحط في التلاجة حوالي نص ساعة علشان يشد معانا قبل ما نبدأ ان احنا نحطه على النار خالص، بيطلع بالشكل. وعملنا برجر الفراخ زي ما انتم شايفين كده، ما اديناهولوش التسوية الكاملة، يعني احنا دلوقتي بصوا المنظر بتاعه شايفين، لكن لو فتحناه من جوه هنلاقيه لسه مش مستوي زيادة او مش واخد التسوية بتاعته بالشكل ده كده، هو يا دوب متشمع. ده اللي انا بتكلم فيه، ان هو يا دوب متشمع، بنسيبه يبرد ونبدا ان احنا نفرزه. تيجي بقى بعد كده لما تيجي تطلعيه تروح حطاه في صينيه او في صاج وتسويه في الفرن هيطلع معاكي زي الفل. تعالوا بقى دلوقتي نعمل حالا كفته الحاتي، وهوريكم تعملوها ازاي، وبرده مش هنفرزها نيه. ليه مش عايزه افرز المره دي ني؟ لقيت ان انا لما بفرز ني بحط الصوابع على بعضها واحطها في الفريزر، اجي اطلعها الاقيها مطبقه، الاقيها مطبقه، الصباع مش هو، مش زي ما انا ما عايزاه. حتى لو عاملاها على صيان شيش طاووق وابدا ان انا ارصها، الطبقه الثانيه اللي بتتحط فوقيها بلاقيها بطتت، ما عشان نيه، ما هي كلها عجين. حتى لو انا حاطه طبقه واحده بس وسبتها اتفرزت ورجعت بعد كده حطيت عليها طبق اي حاجه تاني بلاقيها بطتت، فما بتبقاش نافعه. فبرضه هعمل زي ما عملت مع البرجر، ان انا هديها تشميعه، اجي اطلعها ليه زي ما اكنها يعني مستويه نص سوا، اجي اطلعها اسيبها تفك 10 دقائق او اقل من 10 دقائق، ابدا احطها في صينيه من بتوع الفرن مع رشه زيت مع رشه زبده واحطها في الفرن، او اقفلها فويل هتبك الميه بتاعتها وتشربها وتطلع معايا زي الفل. تعالوا دلوقتي هننزل مع بعض المقادير بتاعه كفته الحاتي، وهوريكم دلوقتي مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه، كله يتحط في الكبه علشان كله يبقى ناعم قوي. معانا ايه في مقادير كفته الحاتي؟ نص كيلو لحمه مفرومه، لو انتوا عايزينها مفرومه او هتفرموها زي ما انتوا عايزين. معانا ايه كمان؟ فلفل حامي مفروم، بصلايه مفرومه، ثوم مفروم، بقسماط مطحون، ومش هحطه دلوقتي، هحطه في الاخر خالص بعد المكونات كلها ما تتخلط. معايا بضايه، بابريكا وكمون وملح وفلفل اسود وسنه من الزيت، هشغلها على ايديا علشان تديني التلميعه اللي انا عايزاها والتصبيعه الحلوه. ادي ملح كمان اهو، فلفل اسود، حط حبه ملح كمان بالشكل ده كده. طيب هبدا ان انا اشغل على المكونات دي كلها علشان تبقى ناعمه خالص، وهي شغاله عليها ابدا انزل اللحمه المفرومه شويه شويه. طيب البقسماط يا نونا اللي انت حطاه في الاخر ده لايه؟ البقسماط ده بعد ما مفروم خالص، لقيت ان هي عايزه حاجه تشدها او حاجه تمسكها هحط لها شويه بقسماط لو الخليط ناعم.
لو الخليط بتاعي تمام والتماسك بتاعه حلو قوي يبقى انا مش هحتاج البقسماط. يلا بينا نشغل عليها كده ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. بسم الله. كده فرمت كله مع بعضه ناعم الاول وبعد كده نزلت باللحمه. بصوا بقى اللي انا بقول عليه طريه. بصوا المنظر، يعني عايزه مثلا نقول معلقه بقسماط واحده. طيب نونا، هو من امتى كفته الحاتي بيتحط لها بيضايه؟ اسكتوا بقى، ده بقى بيتحط لها بيض وبيتحط لها بيكنج باودر ويتحط لها كربوناتو. طب ليه؟ علشان تديكي افضل نتيجه، تديكي المطه اللي هي الطراوه، البيضايه اللي احنا بنحطها في الكفته النهارده دي تديكي طراوه. وهسوي لكم واحد دلوقتي تسويه كامله، مش نص تسويه عشان التفريز، هسوي لكم واحد تسويه كامله وتشوفوا شكله اساسا بيبقى عامل ازاي. بسم الله. كده تمام وزي الفل. هبدا ان انا افضيها وهوريكم القوام بتاعها، ريحه الفلفل وريحه التوابل اللي محطوطه في منتهى الجمال. الفرن عندي شغال على درجه حراره 200. ليه 200؟ علشان انا عايزه الكفته تشد على طول، مش عايزه اسويها تسويه كامله وتاخد براحه في التسويه، لا انا عايزاها تشد معايا بسرعه علشان اسويها نص تسويه مش تسويه كامله. طيب كده الكفته معايا تمام، كل اللي هعمله هعمل كده حبه من الزيت وابدا ان انا اصبع ايديا وابدا ان انا ابل ايديا وابدا ان انا اصبع الكفته على المسن. بصوا القوام بتاعها بقى عامل ازاي لما حطينا لها حبه البقدونس، حبه البقسماط بالشكل ده كده. اسهل من كده مفيش، سهله جدا وبسيطه ما بتاخدش مننا وقت خالص. الفرن بتاعنا انا عايزاه ان هو يكون عالي، مش عايزاه يكون واطي علشان ما تبكش ميتها وتشربها، لا انا مش بسوي تسويه كامله، انا عايزه ان هي تتشمع يعني تاخد صدمه. طب يا نونا ينفع ان احنا نديها الصدمه دي من على البوتاجاز من بره؟ ما عنديش اي مشكله، سخني الصينيه قوي وحطي عليها الكفته وحطي معاها شويه زيت وحطي معاها حته زبده وابداي ان انت تغطيها بغطا حله او بصينيه. هتبدا ان هي تبق الميه بتاعتها، مجرد ما تبدا تبق الميه بتاعتها ويتغير اللون بتاعها تبداي تدحرجيها بايديكي علشان تستوي من جميع النواحي. مجرد ما اتدحرجت وتغير اللون بتاعها من جميع النواحي تبداي تقفلي عليها وتسيبيها تبرد وبعد كده تفرزيها. هيطلع الصباع ماسك نفسه وماسك ايه حاله، ما يبقاش ان هو طري، ما يبقاش ان هو الصوابع حن على بعضها او طريت على بعضها، علشان ما يبداش ان هو تيجي تسويه بعد كده وتطلعيها من الفرن او تطلعيها من الفريزر بعد عشان تحطيها في الفرن تلاقيها ان هي مش مدياكي النتيجه اللي انت عايزاها. لكن دي افضل طريقه علشان تفرزي بيها الكفته، بيطلع معاكي الصباع ماسك نفسه، بتطلع معاكي تسويتها ممتازه، بيطلع معاكي القوام بتاعها حلو قوي زي ما انت عايزه. دهن الزيت بسيطة على المسن وعلى ايديكي وتبدأ ان انت تصبعي زي ما انت عايزة، شكليها بقى زي ما انت عايزة، بس مني دي عشان كفتة حاتي فشيء طبيعي ان هي تتعمل صوابع. تحطيها بقى في الفرن وتطلعيها بعد كده على حبة بقدونس وعلى حبة بصل احمر كده برشة سماء ورشة ملح، هيطلع معاكي زي الفل اكنك لسه عاملاها حال. البضايه اللي احنا حطيناها بتفرق جامد جدا جدا في التسويه. ناس كتير هتستغرب حته ان انا حاطه بضايه، بس صدقوني جربوها، لو جربتوها بحته البضايه دي مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها بالطريقه دي. تحسوا ان هي بتيجوا تاكلوها فيها مطه كده، فيها طراوه، تحس ان هي بتشد زي كفته الرز كده. اخر صباع معانا اهو،
تعمليها بقى على طبقين، تعمليها على طبق واحد، تعمليها على طبق واحد وتعمل هو طبقتين او ثلاثة، ما يبقاش عندك مشكلة ان هي ممكن ايه تدخل في بعضها او الكلام ده كله. بالشكل ده بعمل ايه بعد كده؟ ادي الزيت اهو، وتعالى نحطها في الفرن. مش هنكمل العشر دقايق، 10 دقايق مش اكتر من كده، يتغير بس اللون بتاعها ونطلع نسيبها تهدى بسرعه كده من السخونيه بتاعتها ونبدا ان احنا نعملها على طول. طيب دي كده كفته اللحمه، فاضل ايه دلوقتي؟ عندي كفته الفراخ، وهتعامل معاها زي ما عملت كفته اللحمه بالظبط او الكفته الحيتي، ان انا هفرم كل المكونات بتاعتها الاول في الكبه تتفرم ناعم، عشان لما انزل عليها الفراخ سواء بقى قطع المفرمه، ممكن ان هي الكبه ممكن ان هي تفرم لك الفراخ عادي، فتبداي ان انت تنزلي عليها قطع الفراخ المتقطعه مكعبات او ان هي مفرومه جايباها من الفرارجي مفرومه عادي، هتشتغل معاكي بكل سهوله. يلا شباب الكبه، مقادير كفته الفراخ معانا او تفريز كفته الفراخ معايا: نص كيلو صدور فراخ، بصلتين مفرومين، معايا كمان معلقتين كبار ثوم مفروم، حزمه بقدونس مفرومه ورق بس من غير عيدان، معلقتين كبار فلفل حامي، ومعانا كمان بقسماط مطحون وهنستخدمه في الاخر، ومعايا برده نفس البضايه وشويه الزيت. هنبدا ان احنا نحط كل المكونات الاول ونفرمها ناعم قوي، وبعد كده انزل بالفراخ. هحط المكونات كلها مع البهارات والتوابل. البهارات بتاعتنا النهارده معايا بهارات فراخ، ثوم بودر، ومعايا بابريكا وملح وفلفل اسود. دي المكونات بتاعتنا النهارده اهي، ادي بصل، ثوم، فلفل حامي، ممكن تحطيه طبعا احمر على حسب اللي موجود عندك، معايا بابريكا، بهارات فراخ من اللي احنا عملناها اصلا، وادي البضايه، وادي البقدونس، مش هاخد منه كتير علشان ما تبقاش الكفته كلها ايه خضرة، ملح، شويه من فلفل اسود عشان البضايه اللي احنا حطيناها. اخلط ده كله الاول خالص يطلع معايا ناعم، ارجع بعد كده بسم الله اروح نازله بالفراخ المفرومه، يا اما قطع الفراخ بسم الله، يا اما قطع الفراخ بتاعتنا وهتتفرم معاها، بس اهم حاجه نخلط ده ناعم خالص الاول علشان ما يبقاش في حتت كده طالعه من صباع الكفته اللي بناكله. بسم الله. شايفين كده كله اتعمل ناعم خالص ازاي؟ ابدا بقى انزل بالفراخ اللي احنا فرمينها، وحتى لو هي ما اتفرمتش وهتنزليها قطع سليمه هتتفرم معاكي تمام وزي الفل. بسم الله. ما حطيناش بقى البيض، ما حطيناش اسفل البقسماط، بصوا المنظر شايفين، بصوا الخليط ناعم ازاي من البيضايه والحاجه اللي احنا حاطينها، اروح عامله كده. عشان كده بقول لكم نحط البقسماط في الاخر خالص علشان نشوف هي هتحتاجه ولا لا. بسم الله. طبعا انا حطيت بقسماط، بصوا دلوقتي القوام اتماسك ازاي، بس برضو عايز حبه بقسماط تانيين، علشان كده بقول اوعوا تحطوا البقسماط في الاول، عشان ممكن يكون القوام بتاع الفراخ تمام معاكي ومظبوط وزي الفل، وتبداي ان انت لو حطيتي بقسماط وهي مش محتاجاه تلاقيها بتنشف، فانا مش عايزه حاجه زي كده، فالبقسماط مش هنحطه الا لما نلاقي الخليط نفسه محتاج. تعالوا كده على ما الشباب يجيبوا لنا حبه بقسماط
تعالوا نبص على اللي في الفرن. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بص يا حمدي، شايفين المنظر عامل ازاي؟ مش مستوية. تعال نوريها لهم من هنا. هي ما استويتش بس اتشمعت. طب هي كده تمام؟ لا، فاضل لها حوالي 5 دقايق. 5 دقايق كمان وهروح مطلعاها، اسيبها تبرد وتتفرز. تفرزيها بقى وتطلعيها وقت ما انت عايزه. طيب لما تطلع من الفريزر نعمل فيها ايه؟ كل اللي محتاجاه تسيبيها بره تفك 10 دقايق وتروحي رصاها في صينيه. هي كده كده لو هتشيليها بالزيت بتاعها كده مش هتحتاجي حاجه، بس ممكن تحطي لها ايه؟ حته زبده علشان تديكي معاكي ايه؟ التشميعه الحلوه كده او التطعيمه الحلوه اللي انت عايزاها. وبعد ما تخلصيها خالص تروحي عامله لها الفحميه. هتطلع معاكي زي الفل، اكنك لسه عاملاها حالا. وهوريكم دلوقتي هي لما تطلع وتكون لسه نص سوا، هوريكم القطعه بتاعتها عامله ازاي. نعم. مش سامعه يا حمدي. يلا بينا. تعالوا كده نشغل بقى عليها عشان نحط لها البقسماط الباقي. تمام وزي الفل. طبعا انا شايفه من انتوا طبعا ممكن تكونوا مش شايفين، بس انا شايفه القوام بتاعها عامل ازاي. تعالوا كده نطلعها بقى في البوله. بصوا بقت متماسكه ازاي وتمام جدا جدا جدا. كل اللي انا محتاجاه دلوقتي ان انا اروح عامله كده واروح بله ايدي بله زيت بسيطه قوي اهي. وبصوا بقى الجمال بتاع الكفته. بلة الزيت ديت الأخيرة دي مهمة قوي. وكمان وانت بص المنظر، بسم الله ما شاء الله. وكمان وانت بتصبعي برضو مهمة قوي. ادي الصينية بتاعتنا وادي دهنة الزيت. وابدأ ان انا اروح واخدة كده واروح برضو مصبعة. ونفس النظام زي ما عملنا في اللحمة نعمل في الفراخ، اللي هو ايه؟ ان احنا هنسوي نص تسوية. بصوا نسيت ان انا ادهن المسن زيت. وابدا ان انا اعمل كده. اللي في الفرن ماشيه تمام وزي الفل. التشميعه اللي هتاخدها الكفته مهمه جدا علشان ما تجيش بعد كده تعمليها نيه وتلاقيها حنت على بعضها. يعني ايه حنت على بعضها؟ يعني تلاقيها ان هي طريت، بقت مش مدياكي شكل الصباع اللي انت عايزاه. بس الشكل ده كده احنا كده ماشيين تمام جدا. دقيقه بالظبط ونطلع اللي في الفرن زمانها ان هي خدت التشميعه اللي انا عايزاها. تتساب تبرد وتتحط في اطباق. عايزه بقى تحطي طبقتين ثلاثه فوق بعض، انت مطمنه مش هتحن على بعضها ومش هتبوظ، والتشكيله اللي انت عاملاها هتفضل زي ما هي. تطلعيها يبقى انت كده عاملاها نص تسويه يا دوب في الفرن. مش هتكمل العشر دقايق استوت عندك الفحميه الحلوه اللي تعمليها وتطشيها بسنه زيت، هتطلع معاكي زي الفل. اسهل من كده مفيش. تخيل ان شاء الله باذن الله السنه دي رمضان ما شاء الله مسهلين لكم الدنيا خالص، علشان يبقى شهر عباده وشهر ايه؟ صلاه وتقرب من الله. ما تضيعوش اليوم كله واقفين في المطبخ. اه طبعا رغدة بتقول لي ينفع ان انا اديها التشميعة دي على النار في طاسة سخنة؟ اه طبعا. طب استني يا رغدة، انا ممكن نحطها هي هي بالصينية، مش شرط ان احنا نحطها في الفرن عشان الناس اللي الفرن بتاعها مثلا بايظ ولا في مشكلة نشمعها على البوتاجاز من فوق عادي جدا. بالشكل ده كده. ورشة الزيت برضو عليها وتتحط على النار وتطلع معاكي تمام جدا. تدهيني دايما المسن بالزيت. طب يا نونا انا ما عنديش مسن، ايه البديل بتاعه؟ لو عندك عصيان اللي هي الشيش طاووق اعملي 4 5 عصيان مع بعض كده وابدأي ان انت صباي عليهم، هتديكي نفس النتيجة.
كده ريحتها هايله. امشي بالخطوات زي ما انا ما قلت لك، هتطلع معاكي مظبوطه وزي الفل. هنبص حالا علشان نطلعها، نعمل بس الكام صباع دول. طب يا نونا لو انا مش هفرز، هينفع ان انا اشتغل بنفس الطريقه دي عادي واعملها في وقتها عادي، ولا انت البضايه اللي انت حطاها علشان التفريز بس؟ لا مش عشان التفريز بس، هتشتغلي بيها عادي جدا، حتى لو انت هتبداي ان انت تسويها على طول وتاكليها على طول، اشتغلي بالبضايه عادي هتطلع معاكي زي الفل. نونا هو انت عامله الصوابع تخينه كده ليه؟ انا بحب الصباع يبقى مليان، ما يبقاش ان هو فاضي. فطبعا حته ان انا هعمل حجم الصباع دي تخينه ولا رفيع، دي على حسب ما انتوا عايزين وعلى حسب ما انتوا بتحبوا. يعني مثلا في لو انت عندك اطفال وبيحبوا الحاجات صغننه، او ان هم بتحب ان انت تحطي لهم حاجات صغيره، ما عنديش اي مشكله. لكن انا بحب الصباع بصراحه محمل لحم بالشكل ده. عندي البوتاجاز شغال، هعمل كده وادي سنه الزيت. بالشكل ده لو انت مش عايزه تسوي في الفرن. تعالوا بقى نبص اللي في الفرن ايه اخبارها. ايه احنا عندنا فاصل يا حمدي صح؟ صح؟ طيب تعالى الاول تعالوا بس الاول نطلع اللي في الفرن كده. بسم الله الله اكبر. بص يا حمدي بسم الله ما شاء الله. نكمل تسويق، عايزين يكملوا تسويق عشان يفطروا. بص المنظر، هو انا يعني الشاشه اللي قدامي مش مبينه جمال الكفته على فكره، امال مش جميله عندي؟ بصوا بص يا حمدي، بصوا قوي حلوه قوي 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 بجد، دايبه دوب صح؟ زي اللي كان بيقول لي الكلمه دي، فعلا الكفته دايبه دوب. طيب هي كده استوت تسويه كامله؟ لا ما استوتش تسويه كامله، هي كده يا دوب اتشمعت، يا دوب ان هي تتساب تبرد وتبداي تفرزيها. طب لو عايزه تسويها تسويه كامله قدامها كمان حوالي هنقول من 5 لـ7 دقايق، مش اكتر من كده. الـ5 لـ7 دقايق دول بقى هتعمليهم لما تيجي تطلعيها تسويها. هتطلعيها من الفريزر 10 دقايق تفك، رصيتي في صينيه، ولو انت هتفرزيها في الطبق بنفس الزيت والدهون اللي نزلت منها مش هتقولك لا، هتروحي طبعا هو مش هيتجمد الزيت دوت ولا الكلام ده كله، مش هيتجمد، هيبدا ان هو ينزل معاكي مع اللحمه، تروحي حطاه في الصينيه، حطاه في الفرن، موضوع خلص. طلعت عملتي الفحمايه، يبقى انت خلصتي الصنف بتاعك بطريقه سهله جدا وبسيطه، وخدش منك وقت خالص. ادي الناحيه دي اهي على النار من فوق، علشان رغده بتقولي ينفع ما نعملهاش في الفرن؟ اه طبعا ينفع، هنسيبها تتشمع وهتلاقيها برضو خدت اللون اللي انت عايزاه، بس حته ان انت تشمعي في الفرن افضل. ليه؟ ما هو اكيد ليها سبب، علشان الفرن بيبقى مكتوم، بيبقى مقفول، السخونيه من جوه من كل ناحيه، فبتشمع لك صباع الكفته كل واحد. لكن دي هضطر دلوقتي اعمل حاجه ان انا اروح مغطياها. ندور في الفصل بقى على غطا. عندي غطا، هو مش غطا بس هي صينيه والجيش بيقول لك اتصرف، هنعمل كده. غطينا الصينيه من فوق او اللي فيها الكفته، علشان ان هي البخار اللي يطلع اكنه زي الفرن بالظبط، يبدا ان هو يخبط في الصينيه يرجع للكفته تاني، فتبدا ان هي تتشمع كلها. كمان شايفين كده، بص شكل الكفته عامل ازاي، دي كده اتشمعت برده. بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا بقت ماسكه نفسها ازاي، ما بقتش طريه. عايزه بس اطلعها، بصوا بص يا حمدي شايفين الصباع ماسك نفسه، ما بقاش ابص ندوس عليه مستوي. بصوا بس فاضله تكه، التكه دي بقى اللي هيسويها بعد ما يطلع من الفريزر.
التكه دي اللي هيسويها بعد ما يطلع من الفريزر. ادي الكفته بتاعت الحاتي اهي، حطيناها في اطباق يا دوب ان هي بس تبرد وتتهوى خالص، وتبداي ان انت تعملي عليها ايه؟ تعملي عليها الاسترتش. وادي كفته الفراخ اهي تهدى معانا، وبعد كده نطلعها بالشكل ده كده، وتبداي ان انت تحطيها برده في الاطباق. دي افضل طريقه للتفريز، حته ان لا قول تاني يا مونتي. تمام تمام مونتي، مونتي بيقول لي النص سوى للحوم ممكن ان هو لما نيجي نكمل تسويتها تجلد معانا. لا مش هتجلد، ليه؟ لان بص المنظر، انت حافظها حاطين لها يعني ان هي حطيتها في التلاجة. ايوه الدوق لسه جوسي من جوه ما نشفتش، فهي الطراوه بتاعتها دي هي اللي هتحافظ على ان هي تبقى فيها عصاره. لما تيجي بقى تطلعها من الفريزر وتيجي تسويها هتستوي معاك اكنك لسه عاملها حالا. بصوا كده نبدا ان احنا نطلعها بالشكل ده. لو جيتي بقى حطيتي عليها طبقه تانية من فوق مش هتقولك لا، ولا هتلاقيها عجنت، ولا تلاقيها ان هي شكل الصباع اتغير، ولا الكلام ده كله خالص. اه بالمنظر ده كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة، هتوفر عليكي كتير قوي 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 الشغل في رمضان.